بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. نتواصل معكم عبر الهواء مباشرة في هذه اللحظات. يصل إلى ميدان الشحانية ضيف البلاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي، حيث يحل ضيفا عزيزا على الميدان وعلى أهله. فمرحبا بسموه ومرحبا بالوفد المرافق له يحفظه الله. كما أيضا يتقدم مستقبلي سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، ونرحب كذلك بمعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيس الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن في منافسات مميزة وكبيرة تحضر فيها أقطاب التنافس الكبيرة. وهنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام نشهد هذا اللقاء الأخوي الكبير الذي يجمع بين أصحاب السمو الشيوخ في رياضة عربية أصيلة نتشرف كل الشرف بالانتماء إليها، حيث تسير هذه الرياضة في آفاق مميزة وفق تحديات كبيرة يشهدها هذا الميدان وهذا المهرجان. نرحب بالجميع في مهرجان الجميع، في مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. كل الأنظار ستسلط على انطلاقة هذا الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط اللقاء الأفكار المفتوح، والتنافس فيه سيكون على الشلفة الذهبية، إضافة إلى مبلغ مالي كبير قدم من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن للفائز والمتوج بالناموس عبارة عن نصف مليون ريال قطري. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذا اليوم السعيد، في هذا اليوم الذي سنشاهد فيه ميلاد النجوم والتحديات التي ستصحب كل متر من أمتار هذه المسافة الطويلة. هي مسافة قصيرة ولكنها طويلة علينا في المتابعة والتعليق والوصف. الشوط الأول إذن يضم 13 اسما، كل اسم من هذه الأسماء له وزنه ومكانته وحضوره المشرف والمشرق. نرحب بالجميع مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نرحب بهذه الأصايل التي وصلت إلى مرحلة استعدادية جيدة وبالتالي قدمت لهذا الشوط الملتهب، لهذا الشوط الذي لا تقدم فيه إلا السبق، حيث تحضر للتاريخ، حيث تحضر لكتابة اسمها في صفحات المجد، في صفحات السؤدد وفي صفحات الإنجازات. الآن مشاهدينا ومتابعينا الكرام ما هي إلا لحظات قليلة وسوف نكون معكم بإذن الله تعالى في وصف حي ومباشر عبر قناة البدع الفضائية الناقل الرسمي لفعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير على شرف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، أميرنا الغالي، قائدنا المفدى، من أوصل قطر إلى هذه المكانة بعد أن استلم الراية من سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظهم الله جميعا، حتى أصبحت بلادي مثالا يحتذى به في التقدم والتميز والمحافظة على الهوية الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد. كما أيضا يسرنا أن نرحب
بتواصل أصحاب السمو وسعادة الشيوخ من يتوافدون إلى أرضية الميدان. فمنذ لحظات وصل بحفظ الله سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني لمتابعة أشواط القوة والإثارة. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الحفل الكريم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المواجهة الفعلية، إلى أول لقاء مباشر حقيقي يجمع بين الشعارات الكبيرة، يجمع بين سادات هذه الرياضة. على بركة الله انطلق الشوط الرئيسي، شوط الشلفة الذهبية، شوط اللقاية البكار المفتوح بمشاركة 13 اسما. شلفة ذهب متبر شعشعت مثل الضياء للرموز المال يبذل صاعدا سهم الشراء. ينتقون من المطايا فائقات في البهاء، في قوائمها الرشاقة، في جوانحها العطاء. هذا هو يوم العطاء، هذا هو يوم الحصاد، هذا هو يوم جني الثمار في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. أنطلق مباشرة مع مزون من احتلت مقدمة هذا الشوط لتسيطر على المركز الأول. مزون لهجن الشحانية يقودها في التضمير، جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني أجد إبداع. من تبحث عن الإبداع، من انطلقت بإبداعاتها في المركز الثاني لهجن الشحانية يتولى عملية تضميرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. رهف تحتل المركز الثالث لهجن الشحانية، يضم الرهف سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أجد الشهامة من تسللت الآن وتدخلت على خط المركز الرابع لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها حمد بن راشد بن غدير الكبي. واجد المركز الخامس، هنا دلائل أيضا تتقدم هنا بدليلها الدامغ إلى المركز الخامس، أيضا تعود ملكيتها لهجن العاصفة بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير الكتبي. هذه أول جولاتنا، أول نداء لهذه الأصائل، لهذه السبق، لهذه العابرات. هناك مزون تواصل رحلة عبورها إلى محيط الشلفة. الله الله الله، مزون إذا على الصدارة، على المركز الأول، تهطل هناك عشقا وحبا للأشواط الرئيسية. مزون إذا في المقدمة لهجن الشحانية يقودها في التضمير أحد شبابنا جابر بن سالم بن فاران المري. إبداع في المركز الثاني محافظة على مركز إبداعها وألقها وتألقها لهجن الشحانية العملاق الكبير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يرافق الشعار العملاق ويرافق إبداع في رحلة الإبداع. الله الله الله، رهف على المركز الثالث، ما شاء الله، تأتي بإحساسها المرهف، تأتي بإحساسها العذب إلى المركز الثالث لتخاطب الشلفة، لتخاطب الرمز، أنا قادمة. هذا هو لسان حال رهف، تحتل المركز الثالث لهجن الشحانية، يضمرها العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. سيطرة هنا مع الثلاثة المراكز الأولى للشعار الأدعم الذي تتشكل أضلاعه بقيادة مزون بحضور رهف وإبداع. المركز الرابع أجد هنا تصويت، أول إذاعة لتصويت بدأت تصوت. أنا هنا حاضرة، أنا هنا موجودة، أنا هنا حاضرة مع شعار هجن العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة حمد بن راشد بن غدير. المركز الخامس، الله الله،
وصلت محبة، أحد الأسماء القوية، أحد الأسماء المرشحة. هذه محبة الآن بدأت تتسلل، بدأت تنطلق، تحتل المركز الخامس. محبة لهجن الشحانية، يضمر محبة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه مشاهدين الكرام، هذه النجوم تواصل شن الهجوم على أول الرموز الذهبية في المهرجان الأغلى، في المهرجان الأبرز، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. الصدارة مع مزون ما زالت تنطلق، ما زالت حاضرة بكل ما أوتيت من قوة، تعبر عن إمكانياتها، تعبر عن تواجدها، عن رغبتها الواضحة والجلية في انتزاع هذا الرمز. تجاوزنا أمتارا صعبة وتبقى الأصعب، نحن الآن تجاوزنا لوحة الكيلو ونصف الكيلو، على خط النهاية، على ختام معرفة بطلة هذا الموسم في سن اللقاية، في أقوى الأشواط، في أقوى التحديات، في ميدان التحدي. مزون على الصدارة، المركز الثاني، هنا التقدم مع رهف. الله يا رهف، هذه اللي قلت لكم، قادمة بإحساسها المرهف، قادمة بإحساسها العذب، تخاطب الشلفة، تخاطب الرمز. الله الله الله، المركز الثالث، هناك محبة لهجن الشحانية، أيضا التضمير مع العملاق الكبير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. الله الله الله، مزون على الصدارة، ما زالت في البداية، ما زالت على المركز الأول. الشلفة الذهبية، الشلفة الذهبية، الشوط الذهب، الشوط الذهب يذهب إليه، الشعار الأدعم مع مزون في المركز الأول. المركز الثاني رهب، المركز الثالث، هناك محبة. الله الله الله، مزون على الصدارة، محبة قادمة. في المركز الثالث جابر بن سالم بن فاران المري، مطلقا لنا هذه المزون، مطلقا لنا، مزون على الصدارة. المركز الثاني رهف، المركز الثالث محبة لهجن الشحانية. الله، سلام 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 سلام، سلام حكى في حسني لؤلؤ العقدي، وضمخ منه الحبيبة بالعنبر الوردي، وأروى تحيات تغنى بروضها حمام الثنى، شكرا على فنن الودي. سلام 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 سلام، هجن الشحانية، سلام على مزون، من انطلقت في المركز الأول. إليك، إليك يا مزون التحيات، إليك يا بلاد السلام، إليك من فؤاد السلام، إليك يا أمير البلاد. سلامي 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 على مزون، وهذه التحيات التي تأتي من مزون لكم يا أهل قطر. والشلفة الذهبية شحانية شحانية. المركز الثاني محبة لهجن الشحانية، المركز الثالث جاءت في رهف أيضا لهجن الشحانية، المركز الرابع رسمية أيضا لهجن الشحانية، والمركز الخامس كان من نصيب عسيلة لهجن الشحانية. ما شاء الله تبارك الله، إذن شوط قوي، والدليل على ذلك توقيته الزمني. ما شاء الله تبارك الله، تهانينا إذن لهجن الشحانية على هذا الفوز الكبير، على هذا الانتصار العريض، على الانتصار الذي جاء مع مزون، من تحكمت بالمسار، من وجهت الشوط كيفما شاءت وكيفما أرادت من خلال هذا الحضور القوي. هنا نشاهد مشاهدين الكرام التهاني تنهال على سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني بمناسبة هذا الفوز الكبير. هنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يقدم التهنية لأخيه سعادة الشيخ جوعان بهذا الفوز الكبير، بهذا الانتصار الذي جاء مع مزون التي، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان النهيان أيضا يقدم التهاني بمناسبة هذا الانتصار. هذه مزون قادت الشوط من البداية، مشكور يا جابر، جابر بن سالم بن فاران المري، ولادة عملاقة لهذا المضمر. سلام يا بن فاران، تحية واحترام
ليموزون التي قدمت هذا الأداء الكبير. 7 دقائق 23 ثانية، 25 جزءا من الثانية هو التوقيت الزمني لحظة وصول ليموزون وانتزاعها للشلفة الذهبية. المركز الثاني جاءت في محبة وتوقيتها 7 دقائق 24 ثانية، 98 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. رهف جاءت في المرتبة الثالثة بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 28 ثانية، 45 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. شوط رئيسي آخر، اللقاء القعدان المفتوح.